حقيبة أنت تقول عنده ملفات ولا على بالي شواش جايب حقيبة فيها لافتة مكتوبة فيها الجمهورية البطوشية في تاريخ البشرية ما صراتش من الأخر ما تحوس ما تكسر راسك شوقي بن زهرة يعطيك عمرها ما صرات في تاريخ البشرية أنت أصلا علاش تحتاج تجيب لافتة إذا كان معترف بك الدليل أنهم عراية دي كلونديستان تسمى مهاجرين غير شرعيين هادو هذا العريان اللي راكم تشوفوا فيه قاعد يدير في اللقطة هذه دوك نوريه لكم العريان هذا تاع البوليساريو وهم كلهم عراية على كل حال هذا هو هذا قال لك سفير ما يسمى وهم الجمهورية الصحراوية اللي تدخل كيفاش تدخل بما انه اليابان تمنع مشاركة الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة دخلوه النظام الجزائري جابوه في الوفد الجزائري تخيلوا وفد تاع بلاد يمثل علم الجزائر علم تاريخيا تاع الجزائر المفروض انه الوفد الجزائري يمثل مصالح الجزائر همهم ليس مصالح الجزائر ولك الشراكات الاقتصادية مع اليابان لأنه هذا هو موضوع الاجتماع دور الجزائر لا 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 احنا كلاب حراسة احنا دي شيان دقارد احنا او قال لك احمد عطاف داير في البكائية من بعد عطاف قال لك عاملونا في غنى وكأننا كلاب متشردة واليوم رانا كلاب حراسة رانا راه طلع النيفو طلع القرار اليوم الجزائر صارت كلب حراسة كنا كلاب متشردة درك الجزائر ولات كلب حراسة تاع البوليساريو لو كان غير كلب حراسة تاع ناس محترمين عراية احنا كلاب حراسة تاع عراية شكون هذا اللي يجيب لافتة في 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 الحقيبة احنا هنا ما نضحكو نتكون كوع على هذا الشيء هذا ولكن سؤال ما بغي سؤال خصهم يسولوه هما راسهم علاش الجزائر وصلت لهذا الشيء هذا علاش وصلت لهذه النقطه هذه وهذه الحاله هذه اللي هما فيها علاش الدول كاملين تيضحكوا عليهم ما هذا السؤال ما عرفش علاش النظام الجزائري ما تيسولهاش الراس علاش وصلتوا لهذه الحاله حيت حتى حاجه في عقلكم ما غاديه مزيان مالكم ما تعاود نقولوا الا بغيتوا الخير لبلادكم وهذا الله اعلم الا كنتو بغيتو الخير تعاودوا تنوضوا تعاودوا تبدلوا السياسه وتبدلوا الطريقه ديال التفكير وتبدلوا الخدمه كامله ما كاينش المهم على اي سؤال علاش الجزائر ولات هكا بيديكم اي بيد النظام الجزائري النظام الجزائري هو اللي رد هكا شوفوا الشعب شوفوا لي انتم اللي بقى لكم الحل شوفوا مع السير المجيد في عهد اخر تاعو باش يحطها فوق الطاوله والمشكل زيد القضيه هي جدك حتى كي يزوروا ما يعرفاش لين حتى في التزوير عرايا من يشوفوا فيه ولا شيء يعرفوا العرايا تاع البوليساريو يعرف يدفن الفضلات في الرمل النظام الجزائري يعرف ينظم الطواضيع عرايا مع عرايا واش راح تكون النتيجه في رايك راحين يطلعوا صاروخ شوفوا الفرق هذه اللافتة اللي جابوها العراية تاع البوليساريو في الحقيبة تاعهم وهذه اللافتة الرسمية اللي دارتها شتا يا ما عندها حتى علاقة يابان شوفوا الفرق هنا راكم تشوفوا اللون هذا هنا راكم تشوفوا فيه ياك هاو هنايا فرق واضح بالإضافة لوضوح تاع القضية انه هنا الجمهورية البطوشية مسمينها صحراوي ريبابليك بطوشستان بين زومبيا وزيمبابوي لما تشوف زومبيا وزيمبابوي حدا بعضهم وش معناتها ما معناها انتم قولوا لي زومبيا وزيمبابوي في وسطهم صحراوي ريبابليك وش هو الاشكال هنا ما هو الاشكال فوالا سمعتوا زيمبابوي والاخرى هادو هما اللي عاونوا هما اللي عاونوا هادوك داك الوفد الجزائري باش دخل هاد السيد وهما اللي عاونوه حتى جبد هذيك البلاكه وداك الشيء ايوا اش بيقول هاي شتا شار بلاكه كوميك كاتبينها مخرجينها في الامبريموت
المهم قال لك السلطات اليابان استدعت لواف الجزائري التحقيق معه بتهمة تزوير ومحاولة إدخال أشخاص للبلاد بصفة غير شرعية. سلطات اليابان عينت حراسين لمقاربة الوفد الجزائري الذي بات يشكل خطر على أمن البلاد. تيطيحوا يغرقوا راسهم يبيديهم ديما. اليابان أكد لوفد المغرب أنها لا تعترف بالبوليساريو وقامت بطرد الجزائري المنتحل صفة المرتزقة. مهم داك شي واضح. نضى سيدي واحد السيد داك أمير الجزائر تا هو مو بيان سور معارض معروف. نضى سيدي قالك بعيد على الدبلوماسية وضربني ونضربك في اليابان. قالك السؤال المطروح والذي لفت انتباهي كيف علمت المخابرات المغربية بوجود لافتة في حقيبة المتنكر نتاع البوليزاريو مكتوب عليها جمهورية الصحراء الوهمية التي وضعها خلسفة وقت طويلة والحادثة التي كان يوجد شخص خامة بتصويرها منذ البداية داك اللي صورنا الفيديو منذ البداية إلى النهاية عامل استخباراتي. هذا هو السؤال المطروح يا عبلة تضرب يا سيغلة تسير يعني على بالهم كامل ماذا يوجد في حقائبكم ويعني أنكم مخترقين يا مخابرات عبلة الخارجية. ايوا هادشي بيان سور هادشي تيبين فقط تفوق المخابرات المغربيه بدون نقاش. هادي الناس تيستعنوا بينا في 70,000 بلاصه في العالم. نضى سيدي بينا والبلباله بعد فضيحه تهريب شخص من البوليزاريو داخل اليابان بهويه جزائريه. قال لك وزير خارجيه اليابان قال لك طوكيو يفرض تاشيره على اي دبلوماسي جزائري يدخل الى اليابان للتحقق من هويته. ما بقى صافي اي دبلوماسي سدوا الباب حتى حبسوا حتى اليابان عليهم حتى الباب اليابان سدوه يبركاه ديالهم ود الحماق. نات اليابان تتكم الشوارع على كامل من اليابان تتكمكوا على الجزائر. شفتوا ولاو تيخرجوا لقطات واحد في شنطه زعما مدخلينه وقبطوه الياباني وهذه الجزائر غليظه مصورينها بحال السيف المجيد. المهم اليابان حتى هي مطلعات تكوميكا عليه وغادي نشوفوا واحد حتى هو بالقرينة. اليوم كان اللقاء في اليابان بين الاتحاد الافريقي ضروري تيجبد المغرب اسمع بين الدول هو تيقطع تيهضر على هذا الموضوع هذا ولكن تيجبد المغرب الاتحاد الافريقي وبين دولة اليابان. قام مجموعة من الهيئة الدبلوماسية المغربية للاعتداء على ممثل الشعب الصحراوي في الاجتماع وامام مرأة من الناس. شو الكلاخ قال لي قام هذاك نتاع المغربي بالاعتداء على الوفد الصحراوي اللي هو بعد هذاك الوفد الصحراوي ما خصوش يكون والو ما هضرش هو على القضيه نتاع انهم انتحلوا شخصيه ودخلوا وزوروا وباش دخلوا لتما. لا قال لك هذاك المغربي اللي هذه دولة ولا دولة تاع قطاع الطرق هذا ولد الحرام هذا قاطع الطريق براسو هذا ولد الحرام اللي تينا حنا بهذه الهضره هذه خرتو خايبه. دابا تشوف والله هذه دوله هذه المغرب دوله حنا عبد المجيد واخا هذا الحماق كامل ودركاع ديالو تنضحكوا هذا الحمار هذا بالضبط هذا بن قرينه هذا ولد الحرام هذا خص والديه شي نهايه المعقول. يعتدوا على دبلوماسي هل ملي يعتدوا على من الناس سمعوا هذه دولة ولا دولة تاع قطاع الطرق والله هذه دولة هذه المغرب دولة يعتدوا على دبلوماسي هل ملي يعتدوا على دبلوماسي إذا مواطن عادي مغربي وش يعملوا فيه وإذا مواطن عربي وش يعملوا فيه وإذا هو المعزز عندهم المواطن الغربي والمواطن الصهيوني إذا راح دبلوماسي يحمل الحصانة ويعتدى عليه في اجتماع رسمي بين اليابان وبين الاتحاد الافريقي نقول انها دولة مارقة لا تحترم الاعراف الدبلوماسية ولا تعير لها اهتمام. ثم عندما مارقة ممثل البوليزاريو في اللقاء الذي تم في تونس كونها جزء من افريقيا او من الدول الافريقية مع اليابان قاطعت المغرب علاقتها مع تونس. لماذا لم تقطع علاقتها اليوم مع اليابان؟ مثل ما قد تتنمر عن تونس لأنها شقيقة وتحاول أن تستضعفها ولكنها لا تستطيع أن تتنمر على اليابان فما وجدت أي شيء تقوم به إلا الاعتداء على السفير الصحراوي ومن هنا إن صحت الرواية باقي شوف الكلاخ ولا شوف هذا تي اول باش يبرد عليا الشعب تا هو هذا بن قرينه هذا
من المعادي للمغرب بجد. والمشكله ديالو علاش قلت لكم ولد حرام، حيت ذكي. واخا سي عبد المجيد واخا كبير شويه هو شرق ريحه، هذا ذكي. علاش؟ حيت تيبرد تيبرد عليا الشعب بالذكاء ديالو، دغاتي قلبهم. شوف بعد ليهم على الهضره نتاع، كاع ما ذكر ليهم في وسط هذه الهضره ان راه الجمهوريه المعرتاش اللي تيهضر عليها الصحراويه راه ما بعدا راه ما مستعدياش، يعني وهي ما كايناش، غير مدعات غير ما زعما غير مرحب بها تما. هما جاوا زوروا باش دخلوا، ما هضرش هو على هذا الشيء، لا قال لك ايه الاعتداء نتاع مغربي على سميتو على الجمهوريه. هو ما تعدى والو، هو مشى حيد البلاكه، بغى البلاكه تحيد، حاجه عاديه. والعز والنصر للمغاربه ديالنا. وهذا هذا هذا بالطبس دابا، هاني انا وياكم، وهذا دابا تشوفوا خرتو. كما ارسلت لي فاننا نندد باقصى عبارات التنديد بهذا الفعل الارعن الذي لا يراعي اعرافا ولا قوانين دوليه. وحنا اللي ما طراهيش دابا القوانين الدوليه، هو اللي هما اللي مدخلين معاهم واحد ما مرحبش به ودخلوه وما معروضش هو ودخلوه لتما وجابت من شكارته البلاكه ديالو، هادشي كامل والو. حنا اللي خايبين. ايه يا ولد بن قرينا، المغرب قاس ليك الارض دابا تشوف. ها هو الحيوان باقي. قصة عجيبة وغريبة هذا اليوم حدثت في اليابان. قال لك السلحفاة المتملق بن قرينة يحاول تبرئة الجزائر، الغياء برا الجزائر. حنا المشكل من إدخال وتسلل البوليزاريو إلى قمة اليابان، سمعتوا؟ وتتهجم على المغرب. التأم اليوم سفراء ومسؤولي الاتحاد الإفريقي في إطار الشراكة و ولعلمكم الاتحاد الافريقي على هذه اللقطه هذه هبط عليهم شي هبطه خايبه. دابا تشوفوا وانتم عقلوا عليا، هذه راه تزوير في وسط مؤتمر دولي، انت شنو هي؟ راه بويا هبط عليهم الاتحاد الافريقي شي هبطه خياليه، شي غرامات وشي تشتات وشي يقدروا يكون يمنعهم كاع من انهم يحضروا في القمم الافريقيه الجايين. المهم الغرق غاديين فضيحه من مورا فزعه وغاديين تيغرقوا. في اطار الحوار وفي إطار العلاقات المتعددة مع أقطاب اقتصادية وسياسية دولية، اليوم كان اللقاء في اليابان بين الاتحاد الإفريقي بين الاتحاد المغربي، وش يعملوا فيه؟ وإذا مواطن عنا أن تعتدي على سفير إسرائيل وهي تدمر الشعب الفلسطيني وتخلي الاتحاد إجراءات حاسمة ضد هذه الدولة المالقة التي تعتدي على سفراء دول أخرى. كنا نتمنى أن تعتدي على سفير إسرائيل وهي تدمر الشعب الفلسطيني وتقتله وتبيد الأمة الفرنسية، لكنهم وضعوا يدهم في يد الصهاينة. اش قال تبيد الأمة الفرنسية؟ اش تيقول هذا؟ فحاربوا معهم لتقتيل وتجويع أهلي غزة، بل وبعثوا بعثات طبية إلى الكيان الصهيوني الغاصب لمعالجة جرحى الصهاينة. تبا لهم النظام الغادر لا يمثل شعبه ولا دينه ولا أمته. أيها الإخوة الأعزاء، وتيصفقوا عليه تيصفقوا عليه، شتوا التهكم فين غادي؟ أنا قلت لك هذا بن قرينة بلاتي على والده، يعني بين قسلة وكيف التقطت؟ حيت هذا يستحق تقسل ليه الأرض وتجبد الوالده القديم والجديد. وانا اش نقول لكم، انا معاكم في حمله ضد هذا الحيوان هذا. المغاربه كاملين كاع الناس اللي تيديروا الفيديوهات، الناس المؤثرين في المغرب، هذا الحيوان هذا بالضبط تي المهم تيجبد المغرب بواحد الطريقه خايبه بزاف. هذا ماشي بحال سي عبد المجيد تنضحكوا نتكمكم معاه، واخا كوميك تيبقى كوميك تيلمح. هذا راه تيجينا فاس، هذا تيجينا ديريكت وبطريقه خايبه. هذا خاص والديه شي حاجه، وراه ما غادي تطلقش، وانا نقولها لكم. ودابا تشوفوا هذا بن قرينة خرتو كي داير، حيت ما غادي ما يطلقوش الله. دابا تشوفوا حيت ولد الحرام ديال المعقول. ابواب مخزن المغرب العميل للصهاينه، هذا التصريح وبثوه للقنوات الصهيونيه بلعمة. أنا عندك شي دليل؟ لا، دونك هذا اتهام خطير، نقدر نتابعك عليه.
قضائية. وكيف ضخمت فيه